مرحبا بكم في قناتكم ستيل، رجعتكم بفيديو جديد لعبة فول جايز. هاي المرة الثانية راح نجربها. قبل ما نبلش لا تنسونا اللايك والشير والسبسكرايب، ما تنسوا تتابعونا حسابات تحت بالديسكريبشن. يلا ليتسكو. المرة اللي فاتت كان التحكم كتير صعب، وبلشنا نتفهم الوضع وبدت تسهل التحكم. ولي ايام كتير اني ما العب فول جايز، يمكن راح ارجع للبداية اني ما اعرف التحكم كتير، بس تحملوني شوي شوي واعملوا نفسكم ما سمعتوا. هذا طور جديد جديد له يوم بس وينتهي. نحنا انا قررت اجربه، لهيك انا ما بعرف شي، يعني هيك راح اجربه بس. هاي لازم هز القنبلة ورميها في شيء. اعملوا نفسكم ما سمعت. يلا يا نبلش. لازم ناخذ هاي القنبلة. اوكي. لا 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 لا. لا 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 ما شفت ولا. لا لا ما بعرف كيف شيل القنبلة. لا 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 الله، قلت لكم ما بعرف تحكم والله. هلا عم يعملوا تصفيات. المرحلة الأولى كانت كتير صعبة، وهذه المرحلة الثانية إن شاء الله هي المرة الثانية ونحن راح نعيدها. لازم نشيل القنابل ونرميها في شي لاعب منا. يلا يلا. هلا اتعلمت كيف شيل القنابل. المرة الأولى كانت كتير صعبة وما بفهم بالتحكم، بس بديت اتعلم كيف بلعب. انا ماني بلعب بالماوس كيبورد. وإذا ما شلت القنابل يمكن ابتعد عن القنابل لحد ما أخسر. لهلأ 5 6 9 بقى بس واحد. أوكي هلأ نحن فايزين. Around over. هلا التصفيات 29، رمى منه 9 أشخاص. المرحلة يلي فاتت المكان نفسه، يعني الماب نفسه، راح نعيده مرة تانية. يعني نفس المهام، راح نشيل القنبلة ونرميها بشخص تاني ولين ينفجر ونبقى نحن ونفوز. اوكي. لا 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 خسرنا. المرة الأولى كانت صعبة، وكان هي يعني تجربة، نحن عم نجرب التحديث بس. لا هلا بديت اتعلم كيف اتحكم. لا تعال هون. اوكي. لا فايزين نحن. اوكي. او ماي جاد واو.
راوند اوفر. هلا التصفيات بقوا 20 وال20 يلي بقوا نحن الفائزين. اوكي هي المرحله الثالثه. يمكن لا 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 تعالي لهون. المرحلة الأولى كانت كتير صعبة ونحن خسرنا فيها، هاي المرحلة الثانية ونحن عم نعيد هلا. يا إما فوز يا إما فوز، وإذا ما فزت هذا كان تحديث بس. أضحك محمد أضحك أضحك عبد الله أضحك أضحك. اعتبروا تحديث وكانت تجربة بس، ما تحطوا على محمل الجد، لأنه هي نحن عم نجرب لنستمتع وتستمتعوا أنتم معانا. أوكي. ارمي. لا لا. لك شو هاد؟ تعال تعال. بقوا 4 أشخاص. لا. وهلأ فزنا. أوكي. راوند أوفر. هلا التصفيات. وهلا الفينال ان شاء الله نفوز، بس انا يعني ان شاء الله فوز، يا انا يا اللعبه. يمكن اذا فزت اخذ التاج، بس والله هذا التحديث كان كتير حلو وممتع وكتير كتير. نحن حنبلش وناخذ هاي الكره. تعالي لهون. لا لا لا. والله ما بعرف فين ارميها. هي الإعادة الثالثة على التوالي. تعالي تعالي. لا يلا 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 يلا. تعال تعال تعال. يلا يلا يلا. هيك ان شاء الله نفوز. والله نحنا لحقنا للفينال وخسرنا، بس والله نصبوا علي. لا 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 لا، ما بدنا خسارة. هي المرحلة ما بعرف كم، يمكن الثالثة يمكن الرابعة، لأنه نحن كتير عم نخسر. لا القنبلة لما تعمل تك 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 يعني راح تنفشل، ولازم نصوبها على شخص منا، لازم نصوبها على شخص منا ونشوف راح تستبعده أو لا. هلأ بقوا 5 بس ونشوف مين راح يفوز، وراح يعملوا تصفيات هيك شيء. ونحن فزنا هلا، وان شاء الله نكمل للنهائي ونفوز بالتاج. بس حطوا في راسكم انه نحن جايين نجرب بس، مو جايين للربح. هي المرحلة يلي بعدها. بعد شوي راح نبلش. 3 2 1 جو. شكلنا قربنا للنهائي، لانه لازم 7 ونعمل النهائي. نعمل النهائي.
نحن لا مو لازم لا مو لازم ناخذ القنبلة او هيك شيء، لازم بعد على الارضية يلي راح تتحطم او القنبلة يلي كمان راح تنفجر، ومو لازم يعني نشيل القنبلة ونرميها بشط. لا 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 حتنفجر، لا حتنفجر. الحمد لله الحمد لله. نحن لازم نخسر اشخاص كلهم ان شاء الله ان شاء الله، بس ونحن الفايزين. اوكي بس نحن لما نوصل للنهائي نخسر دايم. هلا التصفيات بقوا 13 و13 اللي فايزين. اوكي وهذا النهائي ان شاء الله نفوز ان شاء الله، اذا كملنا على هاي الطريقه اكيد راح نفوز، بس اذا تمايلنا هيك وهيك وهيك راح نخسر. والله كانت المره الاولى يعني اول تجربه لان لا شو اسمها هاي اللعبه يا الله نسيتها، فول جايز. المرة الأولى يلي جربنا فيها كانت كتير حلوة. روحوا تفرجوا، اشتركوا يا اخواني، اشتركوا، اعملوا لايك، اشتركوا، اعملوا سبسكرايب ليصلكم كل جديد نحنا بننزله. ولا تستمتعوا انتو معنا. لا الله يلعن ام اللعبة، الله شو هاد الغباء، الله خسارة شبابي معك يا فول جايز، خسارة شبابي. اوكي هون لحقنا، لو هون وصلنا لنهاية الفيديو. قبل ما نختم الفيديو لا تنسونا لايك وشير وسبسكرايب، وما تنسوا تتابعونا حساب تاتا اون تحت بالدسكريبشن. والله المرة اللي فاتت كانت الحلقة كتير حلوة، روحوا تفرجوها يا اخواني، والله روحوا تفرجوها، والله روحوا تفرجوها يا اخواني. اعملوا لايك، اعملوا سبسكرايب ليصلكم اول باول، ويلا. والله كثير استمتعنا بهذا الفيديو، استنونا بجديد، باي.